لقد احتشدتم الحشد المهيب لتقولوا نحن رجالا ونساء صف واحد لا يفرق بيننا مفرق من أجل عزتنا وكرامتنا وخروجنا من ربقة الذل إلى الفضاء الفسيح فضاء الحرية والانعتاق الذي يشدد عليه الدين. احتشدتم بمختلف انتماءاتكم لتقولوا بأن اختلاف الانتماءات لا انعكاس له بشيء من الوهن على الموقف الوطني الموحد الصلب الثابت من مطالبنا الوطنية العادلة. احتشدتم وإن كان هناك تباين بدرجة وأخرى في وجهات النظر العملية لتقولوا بأن شيئا من هذا لا يمكن أن يثنم وحدة الصف ووحدة الموقف ووحدة الكلمة المجاهدة ولا يمكن أن يكون عائقا في يوم من الأيام عن الدفاع المشترك عن الحقوق المسلوبة والحرية المصادرة والكرامة المضيعة. احتشدتم بكل تباوينكم وبشعاراتكم الوطنية الخالصة لتدحضوا افتراء المفترين على أن للخارج يدا في تحرككم ومطالبكم الضرورية الوطنية. احتشدتم لتقولوا ها هو الشعب في الشارع ولا حل إلا بالرجوع إلى الشعب ولا حل إلا باستفتائه. احتشدتم لتقولوا للقوة الباطشة وللخداع السياسي وللإسناد الخارجي المعادي لمطالبكم ولكل التجيشات التي تناهض إرادتكم وللسكوت المخزي على ظلمكم لا تراجع لا تنازل. احتشدتم لتؤيسوا كل من يراهن على تراخي إرادتكم وتراجع عزمكم لطول المدة وبعد الطريق. احتشدتم لتبرهنوا على سلميتكم وحضاريتكم وانضباطكم واستعدادكم لمواصلة البذل والتضحية والعطاء. احتشدتم من أجل كل ذلك وحققتم ما احتشدتم من أجله بكل نجاح، فألف تحية لوعيكم وعزمكم وتصميمكم ومثابرتكم وإيمانكم بحقكم، تمسككم بقضيتكم، استرخاصكم للتضحية في سبيل الحق. نجحتم كل النجاح في إبلاغ رسائلكم. نعم، ألف تحية لوحدتكم، عقلانيتكم، سلميتكم، مواصلتكم الطريق، نفسكم الطويل، إصراركم على مطالبكم، أخلاقيتكم العالية، وعيكم السياسي، ذلك كله هو سلاحكم في معركتكم العادلة التي تخوضونها من أجل حقكم وحريتكم وعزتكم وكرامتكم ومصلحة وطنكم وأمته وأمنه واستقلاله وشرفه، وهو سر قوتكم. أي تمسككم بكل هذا هو سر قوتكم وطريق نصركم بإذن الله، فلا تفريط في شيء من أسباب القوة وأسباب النصر، واتحدوا وتوحدوا، فلا نصر في فرقة ولا عز في تشرذم. إن الواقع الذي تحقق على يدكم في 9 مارس ليفرض على الحكم أن يحترم إرادتكم، وإذا لم يحترم إرادتكم فهو الخاسر. منطق الحكومة في مواجهة المطالب الشعبية العادلة: سنستمر في القتل والتعذيب والقمع من أجل استمرار الظلم والاستفراد والأثر. منطق الشعب: سنستمر في المطالبة بالحقوق المشروعة
سنستمر في البذل والتضحية من أجل الحرية والعزة والكرامة ومرجعية الشعب في تقرير المصير. لقد أخطأ كل من كان في نظره أن يقابل الحضور الجماهيري الواسع النموذجي في 9 مارس بالعدوانية أو الاستخفاف والإهمال. نعم أخطأ، لم يكن ذلك الحضور المتميز المتنوع المكثف عدوانيا ليقابل بروح من العدوانية، ولم يكن هازلا ليقابل بالهزل، ولم يكن بكمه وكيفه وتنوعه قابلا للإنكار والإهمال ليهمل، وليست قضيته قضية عابرة لتنسى أو سطحية يمكن تجاوزها. إنها قضية شعب مصيرية أعطاها من دمه وماله ونصبه وتعبه وعذاباته وسجن أبنائه وبناته وأمنه وجهده وجهاده وقيامه من أجلها ثابت، وحركته على طريقها لا قابلية فيها للتوقف. قضيتكم، مسيرتكم، منطقكم لا يصح أن يقابل أبدا بالتبجح على القدرة على الفتك والقتل وتحكيم السيف في الرقاب وتوجيه الرصاص والقذائف للصدور والرؤوس. وليس فخرا أن يتبجح جيش بلد بقدرته على سفك دم أبنائه وحصدهم في ساعة أو ساعات. إن هذا التبجح هو العيب وأشد وأقبح العيب في بابه. كما تستطيع الجيوش أن تقتل الأبرياء المسالمين من أهل الحق، تستطيع ذلك الوحوش. وكما يمكن للجيش أن يصفي شعبا بناه لحماية الوطن من أعداء الشعب والوطن، يمكن للحشرات والميكروبات أن تفعل ذلك. فهل هذا فاخر؟ فأين مكان الفخر في هذا العدوان؟ الفخر لجيش يحمي العدل والحق والدين والحرية والكرامة، ولشعب يقبل الموت في سبيل ذلك، وإن غلب على أمره وتأخر نصره وضحى بالكثير. لقد قرر الشعب بأن يواجه منطق القوة المادية الباطشة وكل هذا التبجح بكل صبر ورباطة جأش وبسالة وروح تضحوية منفتحة، لا غرورا ولا طيشا، وإنما هو إيمان بالحق والعدل واستجابة للدين في الاعتزاز بالحرية والكرامة. قرر ألا تراجع بدون تحقيق مطالبه والاعتراف بموقعيته، وقرر ألا حل وسجين من سجناء حراكه وثورته السلمية وراء القضبان من ينتظر الموت منهم وغيرهم. الحراك الشعبي، عذابات الشعب، تغييب أحراره في السجون، النيل من كرامة الأعراض، استنشاق القسري للسموم، خسارة الأموال، الدماء، الأشلاء، كل الفجائع والشدائد التي تحملها الشعب إنما هي من أجل أن يقول كلمته في رسم خطه ومصيره وحكمه وسياسة وطنه، ويتمتع بمرجعيته الحقيقية في ذلك كله.